مرجانة فعاليته الكبيرة على أرض الملعب بعد ثواني قليلة من دخوله للمباراة. جوناثان سيفنز بسجل. جوناثان بسجل نقطة الرابعة وتايم أوت سريع. عم يطلبوا المدرب جاد الحاج علي أمير سعود. أمير عم يعطي جوناثان سيمنز معه دايما عمر جمال الدين. أخذ تسديده جوناثان سيمنز. ست نقط لسيمنز بالجيم. فاكس ريباوند فاست بريك. شوفوا الترانزيشن دي فاكس، يعني واحد من أفضل الحلول. تورن أوفر كمان جديد على فريق الحكمة. فاست بريك جوناثان سيمنز ضرب من المسافة البعيدة وسجل نقطة التاسعة. أول ثري بوكس لجوناثان سيمنز بالجيم على شاشة ام تي في. بكرة بملعب غزير. زينون يعطي كمان للسمعة. إسماعيل أحمد بيعكسها لجوناثان سيمنز. أخذ التسديدة الثلاثية وسجل للمرة الثانية عن الأرك. جوناثان سيمنز كمان كريم. زينون عم يعطي جوناثان. جوناثان بوجهه في عز الدين. ستيب باك تسديده بسجل. جوناثان بسجل.